انت اي وصفة انت جربتيها للشيب جربي دي لمدة ساعة واحدة بس، انت هتجربيها مرة واحدة في الشهر وهتشوفي النتيجة، مش هتحطيها غير مرة واحدة بس في الشهر، وهحافظ لك على نتيجة حلوة جدا انت هتوصلي لها بعد ساعة بخطوة بسيطة جدا جدا. في اخر الفيديو هقولك عليها علشان ما يرجعش شيب الشعر معاكي تاني، لو عندك المكونات قومي حضريها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم حبايبي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير يا رب ان شاء الله. النهاردة باذن الله حبايبي جايبة لكم حاجة كده من الاخر لشيب الشعر، تحفة بنات حلوة جدا جدا، ومكون اساسي مش هنقدر نستغنى عنه. جايبة لكم طريقة هتعمليها لشيب الشعر لمدة ساعة واحدة بس. ايوة، ومحدش يقول لي مفيش حاجة لشيب الشعر، لا جربيها، عندك المكونات قومي جربيها وردي عليا على طول. لمدة ساعة واحدة بس هتحطيها على شعرك وهتعملي خطوة بسيطة علشان ما يرجعش شيب الشعر تاني. يعني انت هتحطيها ساعة وهتعملي خطوة بسيطة خالص خالص، هتخلي ان شيب الشعر ما يظهر لكيش تاني خالص. انت هتعمليها مرة واحدة في الشهر، لكن الخطوة التانية هنأكد عليها عشان شيب الشعر ما يرجعش بإذن الله. ادعموني بقى بلايك كتير قوي بالله عليكم، بحب اجيب لكم كل جديد ومفيد وكمان سريع علشان تجربوه يجيب معاكم نتيجة من الاخر. فانتوا حطوا لايك وشيروا الفيديو، واكيد اشتركي في القناة لو اول مرة تزوريني، بقولك نورتيني. واول ما تدوسي على الاشتراك بيظهر لك كلمة كل، دوسي عليها. اول حاجة حبايبي، وانا قلت لكم معايا النهاردة مكون اساسي مش هقدر استغنى عنه، وهو المياه الغازية. المياه الغازية اي نوع، اللي هي السودة دي اساسية معايا في الوصفة، هتجربوها وتشوفوا منها نتيجة حلوة جدا جدا. لو مامتك او انتي، في ناس كتير عندها شيب وصغيرة في السن، مش ضروري يعني بكبر السن ولا اي حاجة، ان شاء الله لما تجربيها هتدعيلي عليها بعد ساعة واحدة بس هتلاقي نتيجة حلوة ان شاء الله. هبدأ ان انا اجيب حاجة كده طبق طبعا، ولو شيب الشعر ضعفي الكمية. انا مثلا لو في شيب الشعر قليل اعملي الكمية دي، لو حاسة ان شيب الشعر معاكي كتير ضعفي الكمية. طبعا انا هجربها معاكم على كمية صغيرة، هحط مقدار مثلا يجي 10 معالق، ربع كوباية مثلا من المياه الغازية كده، وهشوف ممكن ازود. يعني انا عاوزة الوصفة بتاعتي تكون خفيفة مش تقيلة، ممكن ازود. اول حاجة معايا او تاني حاجة مكون معايا هو الكاكاو الخام. الكاكاو الخام هحطه منه 2 معلقة كده، وهبدأ ان انا اقلب. مهم جدا جدا ان الوصفة بتاعتي ما تكونش مكلكعة. اوصلها ازاي ان هي ما تكونش مكلكعة معايا؟ ان انا اقلب كل ما احط مكون اقلبه كويس. ممكن تاخد مني مثلا 5 دقايق في التحضير، لكن هتديني نتيجة حلوة جدا ومرضية. اهو زي ما انتوا شايفين كده. وكمان الخطوة بتاع التثبيت مهمة قوي، اللي انا هعملها معاكم في اخر الفيديو مهمة جدا جدا ان احنا نعملها. اهو مفيش اي كلكعة خالص. بصوا ابدأ احط تاني مكون معايا، وهي 2 معالق من البن او القهوة. 2 معالق من البن او القهوة هبدأ ان انا اضيفها كده، يعني 2 معلقتين ومعلقة اهو. وبرضو زي ما اتفقنا لازم نقلب كويس. هحط دلوقتي 2 معلقة من الشاي بتاعنا العادي خالص، وهقلب برضو.
ومعلقه واحده عشان الناس اللي مش بتحب الحنه، انا هضيف معلقه واحده بس، معلقه واحده مليانه كده، مش عايزه اكتر منها. عشان تساعد ان لون الشعر يكون ثابت اهو، هقلبها كويس جدا، ولو حابه او حساها ان هي ناشفه ازود مياه غازيه. بصي حبايبي انا لقيتها ناشفه طبعا، فزودت معلقه معلقه، ما تزوديش كتير علشان ما تسيبش منك، يعني زودي معلقه مياه غازيه كده وبعد كده زودي تاني لغاية ما يبقى معاكي القوام مش خفيف ومش تقيل قوي، وكمان ما يكونش مكلكع اهو. هتديكم ان شاء الله نتيجة فورية، هتشوفي النتيجة بعد ساعة واحدة، هتشوفي النتيجة بعينك قد ايه. هي تحفة الوصفة دي وبتجيب معاكي من الاخر اهو كده، تمام جدا وكويسة معايا قوي. ببدأ ان انا اقسم الشعر بقى يكون ناشف ومغسول، ما يكونش مدهون علشان النتيجة تظهر بسرعة. الزيوت او الكريمات اللي في الشعر مش بتخلي الوصفة تثبت على الشعراية، لازم يكون مغسول وناشف كمان مش مبلول، نقسمه ونوزع على شيب الشعر، وكمان مفيش مشكلة ان احنا نوزع على الشعر اللي مفهوش شيب، نوزع على كامل الشعر بس نركز على الشيب. طبعا بفرشة او بايديكي او بالمشطة نحاول نوزع كويس في كل مكان ونسرح كويس الشعر. عشان كده انا قلت لكم اعملوها ما يكونش فيها اي كتل علشان ينفع ان انت تمشيها في شعرك من غير ما طبعا يبقى في تشابكات كده في الشعر، وصرحي بمشطة تكون واسعة ومشيها بقى على كل الشعر، ونسيبه نغطيه كده بكيس لمدة ساعة. عاوزة تسيبيه لساعة ونص ماشي مفيش مشكلة، بس هي ان شاء الله بعد ساعة شوفيها كده ممكن تكشفي شعرك عن الكيس او عن البلاستيك او البونيه اللي انت هتلبسيه لمدة 10 دقايق، عشان لو مش ناشفة سيبيها لغاية ما تنشف. اهم حاجة ان انت ما تغسلهاش وهي طرية على الشعر، لازم تكون ناشفة وبعد كده بنغسلها بالطريقة العادية خالص، وهتشوفي النتيجة قد ايه حلو. هنعمل دلوقتي حاجة علشان تثبت النتيجة اللي احنا وصلنا لها دي، مهمة قوي مش هينفع ان احنا نستغنى عنها برضو. والخطوة دي طبعا يا حبايبي ضرورية جدا جدا، وهي علشان تثبت الدرجة او الشعر الطبيعي اللي احنا وصلنا له، لازم نستمر عليها على طول. دي مجرد بخاخة مش وصفة، بخاخة هتبخيها على شعرك كل يوم، دي تكملة للوصفة الاولانية. هتبخيها على شعرك وهقولك ازاي، ومكوناتها مكونين بس مش اكتر من كده. هجيب حاجة اقدر ارفعها على النار وابدأ احط المكونات بتاعي. المكونات بتاعتي اول مكون هو الحبة السوداء او حبة البركة. طبعا حبة البركة ممتازة جدا جدا لشيب الشعر، بتعالجه وكمان بتثبت لونه، فمهم قوي ان احنا نعمل بيها المثبت بتاع النتيجة اللي احنا وصلنا لها. هناخد معلقتين كبار كده، وكمان هناخد معلقة واحدة من الشاي بتاعنا العادي، الشاي الاحمر بتاعنا العادي، هاخد معلقة كبيرة وهحط عليها كوبايتين من المية، مقدار كوبايتين من كوبايات الشاي العادية خالص، هحط عليها كوبايتين كده. كوباية التانية، وهرفعها على النار لمدة ربع ساعة. اول ما تبتدي تغلي بعد مثلا 5 6 دقايق كده ههدي عليها واسيبها لمدة 15 دقيقة تغلي مع بعض علشان تتقل. هنا حبايبي انا غليته وسبته لغاية ما يبرد، بصوا هيبقى لونه غامق خالص زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ ان انا اجيب بخاخة واحط فيها السايل اللي احنا غليناه ده، ودي هتبقى موجودة معايا على التسريحة بتاعتي. كل ما اسرح شعري
ابخ على المناطق اللي انا حطيت عليها الوصفة، ابخ واصرح عادي خالص، هي هتنشف على الشعر، مش هيبقى فيه اي يعني تلزقة كده ولا حاجة في الشعر، عادي اكنك رشيتي مية على شعرك. بنستمر عليها دي كل يوم كحفاظ كده او كدهان للشعر، بتنشف بعد مثلا 10 دقايق، بس احنا بنحافظ ان الشعر ما يطلعش تاني في شيب ولا اي مشاكل، وكمان بتعزز من نمو الشعر نفسه، بتخلي الشعر حلو وكمان يطول اسرع. يعني هي مش مفيدة للشيب بس، لكن لطول وكثافة الشعر بتفيده جدا. الوصفتين لو جربتهم مع بعض بجد انا عارفة النتيجة مبهرة، وهتدعولي عليها باذن الله. يا رب كلكم تجربوها علشان تستفادوا. اي استفسار يا حبايبي اكتبولي في الكومنتات، ما تتردديش خالص، وكمان اي طلبات من عينيا الاتنين. ولو لسه ما حطيتيش لايك حطي لايك كبير جدا جدا، وكمان شيريه، ما تخرجيش من الفيديو غير لما تكتبي كومنت حلو زي كده. واشوفكم على خير حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.